في إطار مكافحة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية، ونظرا لما تشكله هذه الأخيرة من خطورة على الصحة العمومية، الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني أسفرت عن حجز ما يزيد عن 6,300,000 وحدة من المفرقعات. فيما يخص ترتيب الولايات، نجد ولاية سطيف تحتل المرتبة الأولى بكمية تقدر ب 3,200,000 وحدة، تاليها ولاية الجزائر بكمية تقدر ب 1,500,000 وحدة، بعد ذلك ولاية الوادي بكمية تقدر ب 1,200,000. نوجه نداء للجميع خاصة الأولياء من أجل تجنب وتفادي الأخطار الناجمة عن استعمال هذه المفرقعات خاصة على الأطفال.